السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في برنامجكم أسئلتكم تهمني. هناك سؤال يقول: ما رأيك بالحجامة في الحلق يا شيخنا الفاضل؟ الحجامة في الحلق هنا يعني يمكن الحجامة بإذن الله، ولكن هي صعبة قليلا، لأن الكؤوس لا تثبت في العنق والعروق قريبة في العنق، ولا يمكن أن يفعل الحجامة في العنق إلا متمرس في الحجامة جدا. ليس لا تعطوا أعناقكم لأي أحد يتعلم في الحجامة ليقع، لأنه قد يعني قد يجرح لكم أحد العروق هنا في العنق أو أحد الأوردة، وتبقون في الخسارة. لذلك إن شاء الله قليل قليل من الكؤوس التي تثبت على العنق، لأنه من هناك عروق وأعصاب لا بد أن يكون دائما وراء اللحم او الجلد عظم، فاذا كان هناك عظم فان الكأس يثبت بكل سهولة، ولكن العنق فيها اعصاب، قليل من الكؤوس ما تثبت في هذا المكان. لذلك اذا اردتم ان تقهروا اي شيطان يسكن في هذا المكان لا بد بالضغط عليه، لان العود لا يؤذي، ليس مثل القلم، العود لا يؤذي باذن الله تبارك وتعالى. انا اضغط على نفسي هكذا ولا اشعر بألم فقط. لذلك ان شاء الله بالضغط الخفيف قد تعذبون به الشياطين التي سكنت أجسادكم منذ 20 سنة و30 سنة، وقد تحرقونه بإذن الله بكلام الله تبارك وتعالى. إنما هذا العود سبب فقط. لذلك أخي في الله أو أختي في الله، الحجامة تفعل في أي مكان في الجسد إلا أحيانا الوجه، أما هنا فممنوع في باطن الكف أو في باطن القدم فممنوع نهائيا، وحتى في الوجه تمنع نهائيا إلا الوخز بالإبر مثل الإبر الصينية فقط. لذلك إذا فعلت الحجامة في الكاهل أو في الأخدعين فهذا أفضل بإذن الله تبارك وتعالى، أو حتى في الرأس، فإن الجن إذا سكن في الرقبة فلا ينفع معه إلا الضغط، هو ما ينفعه بإذن الله تبارك وتعالى. أو أن تدهنوا رقبتكم كلها بالزيت الرقية، ولا بأس أن تضغطوا على هذا الشيطان اللعين كي يبتعد بإذن الله من الرقبة. وهناك شيطان يسكن في الأوردة في داخل الجسد، وإن ضغطت عليه فإنه لا يتأثر بعض الأحيان. لذلك يجب عليك أن تقرأ كثير من الرقية ومن الآيات، تعذبه يتعذب حتى يصعد فيتعذب. هناك شياطين ولو ضغطت عليه لن تؤذيه، لكن لا يحتاج، لا بد أن تقرأ عليه الرقية كي يحضر في الجسد. فإذا حضر ولو لم يتكلم، فإذا حضر شعرته بالتنميل والسخونة وضغطت عليه فإنه يتأذى. هذه حيلة تفعلها الشياطين بعض الأحيان، تظن أنك ولو تضغط عليه فإنه يتعذب. لا، لا بد عليك أن تقرأ عليه حتى تحضره في حتى يصعد في الجسد. يعني بعض الأحيان إذا اختبأ في الجسد فإنه لا يؤذيه الضغط حتى يحضر في الجسد، ثم تضغط عليه، فإذا ضغطت عليه فإنه يتعذب عذابا شديدا. لذلك أقول قولي هذا، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.